الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان الواجبات القلبية. قال المؤلف رحمه الله: من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح أن مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا مكان، وهذا أصل الاعتقاد، ولا يصح اعتقاد الإنسان دون أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لا يكون على عقيدة صحيحة. من اعتقد أن الله تبارك وتعالى يشبه شيئا من خلقه فليس بمسلم، ليس بمؤمن. لذلك قال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 للهجرة، وهو من السلف الصالح، في عقيدته المشهورة التي تدرس في الشرق والغرب قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي الذي يصف الله تعالى بصفة من صفات البشر لا يكون مسلما. وصفات البشر كثيرة، كاللون والشكل والحجم والتغير والصورة والهيئة والجلوس والقعود والاستقرار والنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون، كل هذا من صفات البشر. الله تبارك وتعالى خلق الخلق فلا يشبه شيئا من الخلق، وخلق صفات الخلق فصفاته ليست كصفات خلقه، لا يوصف بأن له شكلا أو حجما، كبيرا أو صغيرا أو وسطا بين الكبير والصغير، لا يوصف بأي صفة من صفات المخلوقين. فبما أن الله تبارك وتعالى ليس جسما، ليس حجما، لا مكان له ولا جهة. نحن نعتقد بوجود الله تبارك وتعالى دون أن نتصوره، لأن الله تعالى ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب. المتصور مخلوق، الله تبارك وتعالى خالق الصور، خالق الأشكال، خالق المتماثلات، خالق الأجسام، خالق النور، خالق الظلام، خالق الملائكة، خالق كل شيء. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، أي الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. فجهة فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، الله تعالى لا يتشرف بشيء من خلقه. المتشرف بشيء من الخلق متغير، والمتغير مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. نحن نقول الله موجود بلا جهة ولا مكان، لا نقول الله موجود في جهة فوق، في جهة السماء أو في جهة العرش. الله غني عن السماوات، غني عن العرش، لا يحتاج إلى شيء، أزلي أبدي، أزلي، كان قبل الخلق بلا مكان ولا جهة، وهو كما كان في الأزل لم يزل موجودا بلا مكان ولا جهة سبحانه وتعالى. وأيضا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، في العقيدة الطحاوية، قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي الله موجود بلا جهة ولا مكان. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف، ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
عن الله تعالى من الإيمان به أنه رسول الله والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده، يعني يجب أن لا يرائي العبد في عمل أي طاعة، أن لا يقصد بهذه الطاعة محمدة الناس ثناء الناس عليه. الذي يقصد بالطاعة ثناء الناس عليه فهذا مراء، عليه معصية كبيرة ولا ثواب له في عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا ثواب له وعليه إثم كبير. الشرح: أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص النية من أن يقصد بها عند العمل الصالح محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الآية نهي عن الرياء لأنه الشرك الأصغر. وقد روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. قال المؤلف رحمه الله: والندم على المعاصي. الشرح: من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، وركنها الأكبر الندم، يعني يقول في نفسه: ليتني ما فعلت ذلك. ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. قال المؤلف رحمه الله: والتوكل على الله. الشرح: قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. فجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر للعبد من التسبب، أي مباشرة الأسباب. يعني التوكل على الله لا يخالف العمل بالأسباب. أنت تعمل بالأسباب وفي قلبك ثقة أن الله تعالى وحده الذي يخلق، وأن الله تعالى وحده النافع والضار على الحقيقة. وهذه عقيدة كل المسلمين. نحن إذا توسلنا إلى الله تبارك وتعالى بذكر اسم نبي أو ولي أو عمل صالح، اعتقادنا أن الله هو الذي يخلق، وأن الله سبحانه وتعالى وحده الضار والنافع على الحقيقة. إنما جعل الله تعالى أسبابا، منها التوسل، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الضرير أن يتوسل به ففرج الله عنه ما كان به من الضر، وصار هذا الإنسان بصيرا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من خلق ذلك؟ الله. قال المؤلف رحمه الله: والمراقبة لله. الشرح: من واجبات القلب المراقبة لله. ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بالقلب بتجنب ما حرمه وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه
من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. الشرح: يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي أن لا يعترض على الله لا اعتقادا ولا لفظا، لا باطنا ولا ظاهرا في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي، فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. فالمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبه، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات فعلى العبد أن يكرهه، من غير أن يكره تقدير الله وقضاءه لذلك المقدور. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، مالك كل شيء، وله أن يتصرف بملكه كما يشاء، لا يعترض عليه. ومن اعترض على الله كفر، خرج من الإسلام إن كان مسلما واعترض على الله، كما يفعل بعض العوام والعياذ بالله، يقولون: يا رب لما تفعل بنا كذا، ماذا فعلنا لك. وبعض جهلة العوام والعياذ بالله يصفون الله بالظلم، ومن وصف الله تعالى بالظلم فقد كفر. وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى يتصرف في خلقه كما يشاء، لا يعترض عليه. الله تعالى لا آمر له ولا ناهي له، لا محكومية عليه لأحد. ليس لأحد أن يأمر الله، وليس لأحد أن ينهى الله، وليس لأحد أن يعترض على الله. فمن اعترض على الله لو كان في حال الغضب فهذا كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها. فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لأن الذي يجب الرضا به هو تقدير الله الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته. وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع. قال المؤلف رحمه الله: وتعظيم شعائر الله. الشرح: يجب تعظيم شعائر الله، فيحرم الإخلال بذلك والاستهانة بها. ومن شعائر الله المساجد، وتبخيرها من تعظيمها. قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة، كان يبخر مسجد رسول الله في كل جمعة. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة بمعنى المعلم، ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والصوم والزكاة والأذان والإقامة والحج. هذه شعائر الدين يجب تعظيمها، ومن حقرها كفر. يعني من سب الأذان، من استخف بالصلاة أو الصيام كمن يقول: صم وصلي تركبك القلة، من استخف بالجنة فهذا كفر والعياذ بالله. كذلك من رمى المصحف في القاذورات أو داس على صناديق المصاحف ليصل للتي أعلى فهذا كفر، قصد الاستخفاف أو لم يقصده، لأن الفعل يدل عليه. قال المؤلف رحمه الله: والشكر على نعم الله
بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشرح: الشكر قسمان، شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه وعلى غيره، وذلك بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك. هذا هو الشكر المفروض على العبد، يعني هذا يسمى شكرا واجبا شكرا مفروضا، ألا يستعمل العبد النعمة في المعصية، كما قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: الشكر هو ألا يستعين العبد بنعمته تعالى على معصيته. هذا الشكر الواجب. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر، ثم إذا تمكن في ذلك سمي عبدا شكورا. قال الله تعالى: فقليل من عبادي الشكور. فالشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه، والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا أيضا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من تمام شكر الله تعالى أن تشكر من أحسن إليك، ولو بالدعاء، تقول له: جزاك الله خيرا، أو بارك الله فيك، أو أكرمك الله، أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى، وعلى ما ابتلاك الله به. الشرح: الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو الصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات، والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله، والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة، كالذي يشتم الخالق أو يشتم نبيا أو يشتم ملكا من الملائكة عندما تقع عليه مصيبة، أو كما يحصل من بعض سفهاء العوام إذا مات لهم قريب عزيز يشتمون عزرائيل عليه السلام وهو ملك الموت، ومن شتم ملكا كفر والعياذ بالله. ومنهم من يقع فيما دون ذلك من المعاصي، كمحاولة جلب المال بطريق محرم باكتساب المكاسب المحرمة، ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه، كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر، نسأل الله السلامة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. إذا الشخص علق طلاق امرأته على حصول أمر ثم حصل هذا الأمر، ما الحكم؟ إذا الشخص قال لزوجته مثلا، حلف عليها بالطلاق: إن خرجت من البيت فأنت طالق. هنا إن خرجت من البيت وقع الطلاق، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة، وخالف إجماع المسلمين في ذلك أحمد بن تيمية الحراني الذي ضل وشذ عن المسلمين، فلا يؤخذ بكلامه ولا يؤخذ بفتواه التي هي مخالفة للشرع. قال: يكفي كفارة يمين، فهذا كلام فاسد لا يعمل به. لذلك انتبهوا، لا تستفتوا أي إنسان. يقول الحافظ النووي: لا يجوز استفتاء إنسان إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. يقول العلماء: لا يجوز استفتاء العالم الفاسق، يعني حتى لو كان عالما لا
لكنه فاسق لا يجوز أن يستفتى، لا يجوز أن يسأل في أمور الدين، لأنه قد يفتي بخلاف الشريعة. إنما يستفتى العالم التقي الذي جمع بين العلم وبين التقوى، أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فإذا من حلف على زوجته بالطلاق علق الطلاق على حصول أمر، سواء علق الطلاق الواحد أو الثلاث. يعني لو قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق ثلاثا، ثم خرجت من البيت وقع الطلاق الثلاث، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. هللوا وصلوا على رسول الله، واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات.